بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله كل خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبني ويثيبكم في هذا المجلس المبارك خير الجزاء والثواب، وأن ينزل علينا السكينة، وأن تغشانا الرحمة، وأن تحفظنا الملائكة، وأن يذكرنا الله سبحانه وتعالى لمن عنده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لنا ذلك لنا ولكم، ويجعل هذا المجلس مجلسا مباركا ميمونا. فهو في تفسير بعض آيات القرآن الكريم من سورة الجاثية، يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الجاثية: وقلنا لكم معنى الجاثية الجثو على الركب الذي يجلس على ركبه، يقول جثا. ومنه سميت هذه السورة لأنها وردت فيها آية في قوله تعالى: وترى كل أمة جاثية يوم القيامة. طبعا كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. وسيأتي تفسير هذه الآية في موضعها إن شاء الله. ولقد أعطينا بني إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، وبنوه الأسباط 12 الذين ذهبوا إلى مصر وتفرعت منهم القبائل اليهودية. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب التوراة والحكمة. الحكمة هو يعني كما ورد في الحديث كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، فيعني جعلنا فيهم القيادة والفهم وبالكتاب والعمل به، ويحكمون يعني يفصلون بين الناس في قضاياهم. هذا معنى الحكم. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب التوراة والحكم، يعني أن يكونوا حكاما وساسة ويحكمون بين الناس، والنبوة الأنبياء كلهم تقريبا يعني غالبيتهم جاءوا من بني إسرائيل كما ذكر الله سبحانه وتعالى. ورزقناهم من الطيبات، أغلق الله عليهم النعم الكثيرة التي لم تعطى لأمة من الأمم غير بني إسرائيل في ذلك الزمان. وفضلناهم على العالمين، قلنا فضلناهم على العالمين يعني الذين كانوا في عهدهم وفي زمانهم، وليس على العالمين المقصود بها يعني الجن والإنس والمخلوقات كلها إلى يوم القيامة، وإنما على العالمين الذين كانوا في وقتهم وفي زمانهم. وآتيناهم بينات من الأمر، الله أعطاهم يعني الحجج والدلائل عن طريق يعني التوراة ما نزل فيها الشرائع الواضحات التي فيها الأحكام وفيها الحلال وفيها الحرام، هذه هي البينات. المقصود بالبينات إذن الشرائع والحجج والبراهين والدلالات التي وردت في كتاب التوراة. ونعم، ثم يقول سبحانه وتعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فهم طبعا يعني اختلفوا ووقعوا في خلاف وفي أمور كثيرة فيما بينهم. هذه عادتهم هم: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بينة. يعني عنادا وطلبا للرئاسة وحسدا من عند أنفسهم وقع فيهم الاختلاف ووقع فيهم الشقاق. ولما جاءهم العلم فبعضهم اتبع العلم وبعضهم أعرض عن هذا العلم واتبع الباطل، كما ورد في قوله تعالى:
فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، اعتدى حسدا عنادا وطلبا للرياسة. اليهود كانوا على شيء واحد، فلما جاءهم النبي فمنهم من آمن به ومنهم من كفر به، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعرفون أوصافه ويعرفون يعني دلالات وبعثته صلى الله عليه وسلم، يعرفون الحق، لكن كفروا وأعرضوا وحسدا وحقدا، وكانوا يظنون أن يعتقدون أنه سيبعث يعني نبي في الجزيرة العربية، وكانوا يظنون أنه سيكون من اليهود يعني، لكن لما جاء من العرب حصل الحسد وحصل الحقد والبغضاء والكراهية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون أنه صادق وأنه رسول رب العالمين، لأن بشر به موسى عليه الصلاة والسلام وبشر به عيسى في التوراة وفي الإنجيل، جاءت يعني البشارة للنبي صلى الله عليه وسلم. فأهل الكتاب الذين اتبعوا كتابه وهاملوا به حق الإيمان دون تحريف ولا تغيير، يعرفون صدق النبي وأنه يجب عليهم أن يتبعوه. فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. لماذا اختلفوا؟ لأنهم وقع فيهم الحسد والعداوة والبغضاء. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الحكم لله سبحانه وتعالى المطلع على سرائرهم والعالم بنياتهم وبأحوالهم، فالله عز وجل سيقضي بينهم يوم القيامة. ثم يقول سبحانه وتعالى: ثم جعلناك على شريعة يا محمد، ثم جعلناك مخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جعلناك على شريعة من الأمر، يعني من الأوامر والأحكام والأشياء التي أمر الله سبحانه وتعالى، فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فعليك أن تتبع ما أنزل الله سبحانه وتعالى كما جاء في آية أخرى، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. نعم، ما بدك تتبع أهواءهم ولا الذي يريدون، أنت تنفذ أوامر الله سبحانه وتعالى، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وقال سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه في آية أخرى: كتاب أنزل إليك هو القرآن، فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. ثم جعلناك على شريعة من الأمر يا محمد، فيها دلالة على اتباع أوامر الله، وهنا يعني تسقط كل النظريات وكل المقولات، فلا يعني يقولون الديمقراطية ونعم وحكم الأغلبية، ولا حكم الله عز وجل، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ما في والله نحن نتبع رأي الأغلبية والأكثرية، ما يسمى نعم في الآن في بين الشعوب في القوانين والدساتير الوضعية، نحن يعني الديمقراطية تعني أن الحرية، الإنسان يختار ما يريد، لا، هنا ما في اختيار، هنا حكم الله، فتنفذ حكم الله سبحانه وتعالى، ولا تطع أهواء الناس، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض، يعني الأكثرين يكونوا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، يعني أكثر الناس يكونوا على ضلال، والذي قليل من عبادي الشكور. وإن إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، لن يدفعوا عنك شيئا بضلالاتهم ولا بجهالاتهم ولا بمواقفهم ولا بأقوالهم ولا بدساتيرهم ولا بقوانينهم، لن يغنوا عنك من الله شيئا. الأمر لله والحكم لله، والذي ينفع هو الله والذي يضر هو الله سبحانه وتعالى. لن يدفع عنك شيئا من العذاب ولا مما يضرك، لأن الشيء كله بيد الله سبحانه وتعالى. ثم يقول عز وجل بعد ذلك: وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض.
وكما ترى الآن كيف يتولى الظالم بعضهم، كيف يتفقون كلهم على محاربة المسلمين وعلى قتال إخواننا في فلسطين وعلى محاربة المسلمين في كل مكان، اليهود والنصارى وأعداء الإسلام كلهم أولياء بعض أولياء بعض، كلهم يتولى الآخر ويتعاونون على قتل المسلمين، كما جاء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، هم يعني يدافعون ويتفقون ويجتمعون ويتحدون على قتال أهل الحق في كل زمان وفي كل مكان. وانظر كيف يعني تآمر والمشركين واليهود والمنافقين كلهم تآمروا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الدعوة الإسلامية في المدينة المنورة، والظالمين يتولى بعضهم بعض، ولكن والله ولي المتقين، الذي يتولى المؤمنين في الدنيا والآخرة هو الله سبحانه وتعالى، يتولاهم في الدنيا ويتولاهم في الآخرة، ونعم المولى ونعم النصير. ومن كان الله وليه فلا يخاف ولا يخشى، لأن الله سبحانه وتعالى أقوى من كل القوى وأقوى من كل الشعوب والأمم يعني القوات المكر والخديعة، والله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى المؤمنين، والمؤمنون أيضا هم أولياء بعض، والله ولي المتقين، يعني ولي أمرهم، يتولى أمرهم، يصرف شؤونهم، يهيئ لهم من أمرهم رشدا، ينصرهم من ضعف ويقويهم ويجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. ونعم، والله ولي المتقين، هذا بصائر، هذا بصائر، يعني هذا القرآن الذي نقرأه هذا بصائر يبصرنا طريق الحق، يكشف لنا طريق الحق، طريق الهدى، طريق الموصل إلى الجنة. هذا بصائر من ربكم، القرآن نور وهداية، يستبشر به المؤمنون ويعرفون الحلال من الحرام، ويعرفون فيه طريق الجنة من طريق النار. وسبحان الله، يعني الذي يبين للإنسان الهدى ويبين له طريق الحق والاستقامة هو القرآن الكريم، هدى ورحمة، ضياء وموعظة وشفاء كما وصفه الله سبحانه وتعالى. هذا بصائر، يعني تبصرون وتستنيرون وتستضيئون وتبصرون طريقكم في الحياة. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. هذا بصائر للناس، لجميع الناس، للمؤمنين والكافرين، إن اتبعوا وآمنوا به فسيبصرهم طريق الهداية وطريق السعادة وطريق الرخاء في الدنيا، نعم، وفي الآخرة لهم أجر عظيم وجنات النعيم. هذا بصائر للناس وهدى يهديهم ويدلهم على طريق الحق وعلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ويجنبهم طريق الضلال وطريق الغواية والطريق الذي يسقط الله يعني على أهله وعلى من يسير فيه. ورحمة لقوم يؤمنون، الله سبحانه وتعالى جعل في القرآن رحمة للناس، وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، يرحم الله به عباده من آمن بالقرآن ومن صدق بالقرآن ومن اعتقد بالقرآن ومن آمن به ومن يعني أعلن صدق مع كتاب الله سبحانه وتعالى، سيرى الهدى وسيرى الرحمات تنزل عليه من الله سبحانه وتعالى. لقوم يوقنون، يعني لمن يصدقون ويعتقدون صدق القرآن وأنه كلام الله سبحانه وتعالى وأنه الحق ليس بالهزل وأنه طريق النجاح وطريق السعادة، فهو الذي يضيء له في هذه الحياة، الذي يحمل كشافا ونورا ويسير فيه، فالقرآن يكشف له في طريقه وفي حياته كل ما يريده وكل ما يحتاج إليه. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة، هذا القرآن بصائر يبصرون به
الحق من الضلال والهدى من الغواية، ويعرفون الحلال من الحرام، ويعرفون طريق الجنة ويعرفون طريق النار الذي يعرف بذلك هو هذا القرآن، لقوم يوقنون يعني يصدقون ويعتقدون من قلوبهم بصحة ما ورد فيه من الله سبحانه وتعالى. القرآن يبصرهم طريق الهدى وطريق الرشاد وطريق الفلاح. ثم يقول سبحانه وتعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذه الآية المباركة حسب الذين اجترحوا، معنى اجترحوا يعني اكتسبوا، اقترفوا من الجوارح التي تجرح، ومنه الطير الجارح الذي يجرح يعني، وهذه الحواس جوارح، إذا لم تسخرها لطاعة الله ممكن ترتكب المعاصي، السمع والبصر واليدين واللسان، كل هذه جوارح للإنسان، إما أن يسخرها بطاعة الله سبحانه وتعالى أو في معصية الله. أم حسب أم ظن يعني حسب ظن أو اعتقد الذين اجترحوا السيئات اكتسبوا السيئات في الدنيا وهم يعملوا ما يشاءون ولا يمتنعون عن الحرام، لا يحرمون حراما ولا يخللون حرام حلالا، هؤلاء الذين نعم أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ نعم يعني الله سبحانه وتعالى بده يساوي بين المؤمن وبين الكافر، بين من يطيعه وبين من يعصيه، بين من يشرب الخمر وبين من يزني وبين الإنسان العفيف الذي يبتعد عن المحرمات، حاشا لله سبحانه وتعالى أن يجعلهم سواء. هذه الآية الكريمة التي في سورة الجاثية رقم 21 هذه تسمى عند العلماء مبكاة العلماء، مبكاة العلماء، كانوا تميم الداري جلس في الكعبة أقام ليلة كاملة ويردد هذه الآية رضي الله عنه، تميم الداري كان يردد هذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهي مبكاة العلماء يقف عندها ويتدبرونها ويفقهونها ويرددونها ويعني يتذوقون ما فيها من خير وما فيها من وعد من الله سبحانه وتعالى. الفضيل بن عياض بن عياض من التابعين رحمه الله كان يقرأ هذه الآية ويقول: ما يعني لا ندري نحن من الذين آمنوا وعملوا الصالحات أم من الذين اجترحوا السيئات، فكان يعني يخاطب نفسه ويعاتبها ويؤنبها ويحاول أن دائما يقومها على طريق الصلاح وطريق الهدى. أفنعم أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، يعني في الحياة بيكونوا مستويين وبالآخرة بيكونوا مثل بعض، يعني كما عاشوا في الدنيا يكونوا أيضا في الآخرة على راحتهم وعلى لذاتهم وعلى انحرافاتهم، حاشا لله سبحانه وتعالى، وهو الذي يقول: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. يعني إن ربنا سبحانه وتعالى هو العادل، وهو الذي وعد بأن يقيم الحق ولا يضيع مثقال ذرة ولا يظلم عنده أحد، لا يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. فالذي يعني يفعل السيئات الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، وهو الذي يتوفاكم بالليل والنهار ويعلم ما جرحتم بالنهار. جرحتم شو اكتسبتم شو عملتم من خير أو شر، وكل شيء عم يرصد كل شيء عم يكتب، ما صغيرة ولا كبيرة، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، سواء محياهم ومماتهم. يعني فنجعل المسلمين والكافرين سواء في الحياة وبعد الممات، في حياتهم وبعد مماتهم، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، فرق بين المؤمن وبين الكافر وبين الفاسق. المؤمن له يعني رضوان الله، له النعيم المقيم، له
الجنات عدن. أما الكافر أعد الله له سعيرا، أعد له جهنم وبئس المصير حسب أعماله. فالذي كان في هذه الدنيا منعما وكان يعني يطلق نفسه لفعل كل ما تراه وكل ما يهواه، هذا في الآخرة سيحاسب. فالدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم سجن المؤمن وجنة الكافر. المؤمن مسجون في الدنيا ما بيستطيع يفعل كل شيء، يعني أشياء كثيرة محرمة عليه، خمر حرام، الزنا حرام، النظر إلى النساء حرام، أكل المال حرام، أكل الربا، الغيبة، النميمة، هذه كلها محرمة، أكل لحم الخنزير كلها محرمة. أما الكافر يزني ويشرب الخمر ويفعل ما يريد ويتعامل بالربا ويأكل لحم الخنزير، ما عنده شيء حرام، كل شيء عنده أنه مباح، فهذه جنته، لأنه في الآخرة ما يبغى نار جهنم خالدا فيها. أما المؤمن منع نفسه عن هذه المحرمات وسيعوضه الله سبحانه وتعالى بالنعيم المقيم وفي جنات النعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ ساء ما يحكمون، يعني بئس حكمهم. يقولون يعني كلنا مثل بعضنا، هم في الدنيا نحن كما نحن في الدنيا سنكون في الآخرة، هكذا يقول الكافر، كما نحن منعمين سنكون منعمين هناك، كيف تكونون منعمين؟ والله سبحانه وتعالى الذي أنزل كتابه وأرسل رسله وبين لكم طريق الحق وطريق الضلال، وأن هذه الدنيا دار اختبار ودار ابتلاء، فمن صبر ومن احتسب ومن أطاع الله فله جزاء ومن عصى الله له جزاء كذلك. ثم يقول سبحانه وتعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق العدل. سبحانه وتعالى ما في شيء يعني يكون هكذا عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. الله سبحانه وتعالى لم يخلق السماوات والأرض يعني عبث ولهوا وكذا، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. يعني هذه الدنيا السماوات والأرض والحياة الله سبحانه وتعالى خلقها للحكمة، خلقها لأمر يريده، خلقها دار ابتلاء دار امتحان، لا يسأل عما يفعلهم يسألون. ليش خلقنا؟ خلقنا وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. سبحان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا، لا نملك نحن أن نرد ولا أن نعترض ولا أن نرفض أمر الله سبحانه وتعالى. وخلق الله السماوات والأرض بالحق بالعدل وبحكمة ولأمر يريده سبحانه وتعالى ولتقدير قدره، ولتجزى كل نفس يعني بما كسبت. يجزي المؤمنين إن عملوا خيرا خيرا، والكافرين إن عملوا شرا شرا، وهم لا يظلمون ولا يظلم ربك أحدا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون؟ هذه الآية لها سبب نزول، هو أن أبو جهل كان يطوف في البيت ذات ليلة، أبو جهل كان يطوف في الكعبة ذات ليلة في مكة، ومعه الوليد بن المغيرة، هؤلاء يعني عدية الخوف ومن الملأ يعني ومن الرؤساء والمتنفذين ولهم الكلمة في مكة، كان يطوفان حول البيت. فتحدث أبو جهل في شأن النبي، قال أبو جهل: والله أبي حاكم بن الوليد بن المغيرة، والله إني لأعلم أنه صادق، أن النبي صادق، أنا بعرف أنه صادق مو كاذب. فقال الوليد: ما تعجب وما دلك على ذلك؟ قال: يا أبا عبد الشمس، الوليد بن المغيرة كان يفرض أبو عبد الشمس، يا أبا عبد الشمس كنا نسميه في سباة الصادق الأمين، كان شاب عندنا بالذات نقبيله الصادق الامين نعرفه نحن. فلما يعني تم عقله وكمل رشده نسميه الكذاب الخائن، شلون كنا نسميه الصادق الامين؟ والان لما يعني نزل عليه الوحي وصار كامل العقل
ورجل في يعني ما شاء الله نسميه الخائن ونسميه كذا، ما تستقيم. يعني أنا ماني مقتنع بهذا الكلام الذي يقوله أبو جهل يقوله للمغيرة، للوليد بن المغيرة. والله إني لأعلم أنه لصادق، والله أنه صادق. قال فما يمنعك أن تصدقه وتؤمن به؟ ليش بتطيب مع ما تروح تسلم وتتبعه مثل ما أسلم الناس، طالما إنك عارف أنه صادق وعم تشهد الشهادة هذه وأنت يعني موقن بها. قال يا أبا عبد الشمس، تتحدث يعني تريد أن تتحدث عني بنات قريش، بنات قريش مش الرجال، إن اتبعت أني اتبعت يتيم أبا طالب، يعني ترك لي أباه وأجداده واتبع واحد يتيم ابن أبو طالب، يعني ابن أبناء أبي طالب، من أجل كسرة، من أجل أنه يأخذ حاجي على طعام ولا شراب، ومن أجل يعني يكتسب لقبنا وكذا، واللات والعزى لا أتبعه أبدا. يحلف باللات والعزى أصنام كانوا يحلفون بها كانت حول الكعبة، لا أتبعه أبدا. فنزلت هذه الآية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. أبو جهل وغيره يعني، وكانوا بالجاهلية يعني واحد يعبد إله من تمر، إذا جاء أكل الإله يعبد حجر، ما أعجبه شكل الحجر أعجب حجر ثاني ونحت وصور وحطوا إله ثاني، يعني كل يوم له إله، يعني عملية عبثية ما في ما تهواه نفسه ما تطلبه نفسه يتبعه ويؤمن به. أفرأيت من اتخذ إلهه وهواه وأضله الله على علم وهو يعلم، مثل قول أبو جهل للوليد بن المغيرة، يعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. يعني هم يعرفون، هم يعرفون حقيقة أن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق وهدى وصدق لا مرية فيه أبدا. نعم، يعني يعرفون ذلك ومن قرارة أنفسهم يؤمن، يعني يعرفون لكن لا يؤمنون استكبارا وعنادا وتقليدا لمن كان قبلهم من آبائهم وأجدادهم فقط لا أكثر من ذلك. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، ما تهواه نفسه وما تطلبه. وهنا أيضا يعني الإنسان عليه أن لا يتبع الهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. الإنسان دائما مو كل نفسه ما تحط والله يعمل كذا، بدي ينظر لكذا، بدي يشوف كذا، يعني يتبع هواه ويترك أمر الله سبحانه وتعالى، هذا يخشى عليه أن يكون قد وقع في دائرة الشرك. أفرأيت من اتخذ إلهه وهواه ما تهواه نفسه وما تطلبه وما يمليه عليه الشيطان يتبعه ويترك أمر الله سبحانه وتعالى. وأضله الله على علمه، ويعلم الحقيقة، يعلم الطريق الحق من طريق الضلال، لكن كما كان يشهد أبو جهل بالنبي صلى الله عليه وسلم على علم يعني يعرف، فمن يهديه؟ نعم، وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. هذه يعني نجد يعني الآية في القرآن في سورة البقرة: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، يعني هي توضح هذا هذه الآية هناك، وختم وجعل على بصره غشاوة أو ختم على قل على سمعه وقلبه، هنا الآية البقرة. نعم، وختم على قلوبهم وعلى أسماعهم وعلى أبصارهم غشاوة، نفس هذه متى ما ختم على القلب قضي عليه، وعلى السمع ما يسمع كلام حق يصير على بصر غشاوة، غشاوة يعني غطاء لا يبصر به طريق الحق ويعمى عنه وينصرف عنه كما قال سبحانه وتعالى: فمن يهديه من بعد الله، فمن يهديه من بعد الله، في أحد يهديه لأنه اتبع هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يعني بين طريق الحق من طريق الضلال، ولا يجوز للإنسان أن يتبع هواه ويترك أمر الله سبحانه وتعالى الذي أمره به.
كل ما أنزله الله سبحانه وتعالى هو حق. ويقول في الحديث الشريف النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن أقواما تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يدع منهم مفصلا إلا دخله. الكلب، الكلب مرض هذا. لا يكونن أقواما، سيكون أقواما بأمة تتجارى بهم الأهواء، يعني تتقاذفهم الأهواء والرغبات والملذات كما يتجارى الكلب. الكلب داء الكلب، لما الإنسان يعض كلب تعض بسر كذا ولا يأخذ اللقاء بسير الله عز وجل يعوي مثل الكلب. فلا يدع المرض الكلب هذا شيء في جسمه إلا وصله. كذلك الأهواء التي تتجارى والتي تتمارى في الإنسان يصاب به بمرض بسبب عضة الكلب، أو بأن عضته أيضا قطة وممكن يصير ينوي مثل القطة أيضا. وكذلك الذي يتبع هواء يصير يعوي مثل الكلب عزكم الله ويعطي صوتا كصوت الهرة. فهذا نعم لأولئك الذين أعموا ختم الله على قلوبهم، طبع الله على قلوبهم خلاص، صم بكم عمي فهم لا يفقهون، وجعل على بصره غشاوة غطاء لا يبصر. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك الأنعام بل هم أضل. الذي لا يعمل عقله ولا يعمل فؤاده ولا يعمل فكره ما يعني أصبح مثل البهيم، لا فرق بينه، بل الأنعام تكون أفضل منه. والله سبحانه وتعالى أوجد العقل للإنسان ليفكر، والقلب ليفقه أيضا، ولينظر وليتأمل، والسمع ليسمع كلام الله، والبصر ليبصر آيات الله حتى يوصله ذلك إلى طريق الهدى وطريق الرشاد. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.